الجماعه الاسلاميه ديت انا اخذت ترخيص الارشاد بتاعي سنه 93. من سنه 93 ابتدت معاناتنا بسبب الارهاب اللي كانت بتقوده الجماعه الاسلاميه. ما كناش بنشتغل يمكن في السنه مره او مرتين. فانا اكتر واحد يعني اعرف تاريخ الجماعه الاسلاميه بالنسبه للي خصنا انا بالنسبه للشغل. اخرهم كانت الحادثه المشهوره بتاعه الاقصر اللي مات فيها حاجه و60 واحد، ودي اعادت البلد من غير سياحه ما لا يقل عن 3 سنين. فيعني ده تهريج دلوقتي ان يجيبوا حد من الجماعه الاسلاميه يخلوه محافظ في العموم، والكارثه ان هو بيخلوه محافظ لاهم مدينه سياحيه في العالم مدينه الاقصر، اللي هم كانوا مسؤولين عن اكبر حادثه ارهاب حصلت سنه 97. هو ده ادي تاثير سلبي على السياحه عامه، بحيث ان لما تيجي شركات السياحه تعرف مثلا محافظ من في محافظه يعني من عريقه زي الاقصر، يعتبر اقدم مدينه في مصر بعد منفس طبعا، ان هو يبقى محافظ الجامعات الاسلاميه، فده هياثر على السياحه. كده احنا هناثر او بمعنى اصح هنقلل عدد السياح اللي داخل لو كانوا بيخشوا محافظه الاقصر، بحيث ان هم كده هيقول لك تمام هيحكموا على جامعات اسلاميه، يعني معنى كده ان هو هيعمل حظر على الاجانب ان هو يمشي في الشارع سواء اذا كان راجل او صديقته. ثانيا طبعا هم عندهم نظريه ان التماثيل حرام، وبناء عليها هيقول لك احنا نغطي التمثال، وبناء عليه كده احنا هنقضي على السياحه في الاقصر عامه، فهيقطع عيش معظم او تلتين السكان الموجودين في المحافظه. والله بالنسبه لتعيين فرد من افراد عضو من اعضاء الجماعه الاسلاميه محافظ لمدينه الاقصر السياحيه، ده مش هيغير شيء في السياحه. المفروض ان هو سواء كان عضو جماعه اسلاميه او عضو جماعه اخوان او عضو ليبرالي او علماني، المهم ان هو يعمل على تنميه السياحه في مدينه الاقصر او في اي مكان اخر في مصر. كون الجماعه بقى جايبين واحد عشان يدمر السياحه، السياحه ديت هي سدس او 20% من دخل مصر، دي محاوله تركيع مصر وإخضاع شعب مصر. 16 مليون عامل في السياحة وفي الآثار بيقطعوا رزقهم عشان يبقوا تحت سيطرة الدولة، وده اللي مش ممكن هيحصل.